لأن هو هدده دائما يهدده يقول له لو يظل من عمري يوم إلا قتله. أنا والله أبو سجاد تعرفني أنا ما أفرق عن أخوتك والنعم الله يرحمهم ما أتنوا بس ما عليك أي مو مشكلة كلهم زبايل بس أنا أقول لك أنا وصلت كسر عظم ويا قاسم مصلح ودزي هذا حسن مصباح أكو ما أسر حجة غير مثلا أكو فجهة عندك تقدر تقعد وياهم يا بتعالوا أنت أخوتنا ترى أنا هيش جاي أشتغل هيش أسر ماكو مين يعمل